احتفالا بعيد الفطر أمس انطلقت الحفلات الغنائية في مختلف الدول العربية، مصر، السعودية، الكويت، لبنان وطبعا الإمارات اللي كان لها حصة كبيرة من هالحفلات، والبداية من دبي ومع الحفل اللي جمع راغب علامة وسعد المجرد. وهالحفل التفاعل معه على السوشيال ميديا بدأ من أول ما تم الإعلان عنه، أما التفاعل لايف ليلتها فبدأ مع إطلالة سعد على المسرح، والأجواء اللي عاشها الجمهور بتتابعونها في تراكينج ستوري نمبر 1. يعطيك العافية. أول شيء أنا تقريبا بعد ساعة ونص هيك على المسرح بكامل الانرجي، فخبرنا هيك كيف كانت الأجواء والعيد بدبي. والله أنا مبسوط كتير أنه جيت لدبي وقديت العيد في دبي، ومبسوط بشوفت الناس أجان، كان شوف الناس فرحانين بالشو، وهذا شيء يسعدني ويخليني نكمل إن شاء الله ونجتهد أكثر. أكيد، وكل مرة بيكون عندك حفل بيكون في شيء مختلف، يعني اليوم الدخلة كانت مختلفة، ماسك عصا دخلت بين الجمهور، ما قررت تطلع هيك دغري على المسرح، حتى الستايل هيك رايح على الأيتيز شوي صح؟ yes. ايتيز و يو اي تراي كل مره نبدل شيء كل مره عشان نغير، الناس ما تحب يعني التكرار دائما. فالاجواء ليلتها كانت مميزه، حماس وانرجي وسبيشال بيرفورمنسز، وطبعا استمتع الحضور باجمل اغاني سعد. وسعد اللي كان سعيد بتفاعل محبين معه على المسرح ايضا فرحته كانت كبيره باحياء هالليله مع راغب علامه. ومت انا وراغب في باريس كذا مره، وراغب انسان عظيم، إنسان طيب جدا وفنان كبير، وأنا كنت دائما يعني فن، مش عاوز أكبره بس لما كنت صغير كنت فن. اليوم إحنا بنغني مع بعض في نفس المسرح، فأنا فرحان جدا بهذا الموضوع، وراغب أستاذ كبير طبعا. وبدور راغب اللي اختتم السهرة كان متحمس لمشاركة سعد بهالحفل. طبعا عم بتشارك أنا وسعد المجرد حفلة حلوة مع الناس، مع حتى شركة جديدة عم بتقوم بالحفلة، فكمان أنا برحب بدخول الشركات الجديدة على السوق، بتتمرس وبتتعود على الحفلات وبصير عندها خبرة. ضمن ما ودينا عليك بالحفلات بتجمع معك جيل غير الجيل اللي أنت بدأت فيه، يعني سعد يعتبر من الجيل الجديد، حضرتك جيل مخضرم، فقديش حلو دايما بيكون في هيك جيلين بحفلاتك. طبعا هذا شيء كتير جيد، خصوصا أنه سعد فنان عنده نجاحات وعنده أغاني كتير ضربي، وهو كله حيوية وشباب وشاطر كتير، فأنا سعيد بحبه أنا على المستوى الشخصي، فأنا سعيد إني أتشارك أنا وياه الحفلة هاي. وليلتها راغب أشعل الأجواء بأجمل الهيتس من أرشيف الكبير، وبين الجمهور ليلتها شفنا سامر المصري، ليلى الأطرش، عائلة راغب اللي حرصت تترافقه. ومن كم يوم راغب حمس جمهوره ومتابعينه بفيديو مباشر من استوديو ناصر الأسعد، أعلن من خلاله عن انتهائه من تسجيل أغنية جديدة يتحضر لإطلاقها قريبا. بعدني هلا وخلص أنا باستوديو المايسترو ناصر الأسعد، حطيت صوتي على أغنية كثير حلوة لبعد العيد، بعد العيد شوي. كل عام وأنتم بخير، I love you. أغنية من ألحان أحمد الزعيم، توزيع توما، وحطيت صوتي عند استوديو ناصر الأسعد، وأغنية بوعدكم بأنه حتكون أغنية كتير كتير حلوة، بوعدكم. كيف تطلع معك هيك اسم الغنية؟ ملحنة اسمها تعاليلي. بس ملحنة كيف تطلع؟ تعاليلي، انطر شوي، ما بنامش بسببك ليلي. وما كان فينا نلتقي راغب وما نسأله عن قرصنة حسابه على فيسبوك ومين ورا هالشغلة. خليه يتحرطوا يتسلوا. يعني مش قري هون أنا بصراحة، هلا سرقوا الفيسبوك وعم ردوا، يعني أمريكا الفيسبوك من أمريكا دقولي، يعني من الإدارة فيسبوك إن عم يشتغلوا على الموضوع. ظهر إنه اللي فايتين كتير بروفيشنال، كتير يعني يخدين وقتهم لقدروا فاتوا، لأنه الباسورد كان صعب، وطريقة عملوا طريقة كتير شيطانية لأخذوا الفيسبوك، وصار له كذا، صار له حوالي أسبوع لحتى عم نقدر نرده يعني. ومن بعد ما التقى راغب محبين بدبي واتجه للعراق علشان يعيد مع جمهوره في بغداد ليلة الخميس في 5 مايو. وبحسب البوست اللي نشره بحسابه على انستغرام، سعادة راغب ما تنوصف للوقوف بهالعيد أمام جمهور العراقي.